أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مسهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وقضية. هذه الحلقة التي نواصل فيها حوار مع العميد أحمد بابا والأحمد مسكة ضمن حلقته الثالثة والأخيرة معنا في هذا البرنامج. في هذه الحلقة سنحاور ضيفنا الكريم في علاقته بالرؤساء السابقين معاوية والسيد أحمد الطائي والسيدي للشيخ عبد الله، وكذلك عن تصوره لواقع موريتانيا في حاضرها الآن. أهلا بكم سيد العميد. بداية توقفنا عند الانقلاب على والهيدالة من رفيق دربه معاوية والسيد أحمد الطائع، والسؤال المطروح هو كيف كانت علاقتكم مع والطائع، وهل اختلفت معاملته معكم عن معاملة محمد خون والهيدالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة مع معاوية كانت طيبة جدا، وعلاقة ثقة وصداقة، لأنه كان من وسط معروف، يعني وسط الشباب والنهضة في أطار خصوصا، وكان أقاربه كثير منهم كانوا أصدقاء ومناضلين معي في حركة الشباب. وهو كان مناضل معكم فيه؟ لا، هو شخصيا بدأ دخل الخدمة العسكرية مبكر، ولكن قبل ذلك كان فعلا في نفس الوساط ونفس الاتجاه، وكان في من جيل اصغر سنا بقليل منا ومن اقاربه الاخرين مثل العيني بن احمد والسيد احمد الطائع وغيره. اذا كانت علاقتكم طيبه معه في بدايه، لم يعرض عليكم الوظيفه؟ لا، لم يكن الموضوع مطروح، لانه سبقت اشياء كثيره. لا، على كل حال لست انا مستعدا، لم اكن مستعدا للوظائف. هل حدثكم عن اسباب الاقامه الجبريه التي فرضت عليكم في عهد محمد خنوي الهيدال؟ لا اتذكر ان الموضوع كان مطروحا بيننا، لا اتذكر ذلك. في عهد ولي الطائع وقعت احداث بارزه، من اهمها احداث 1989. كيف تنظرون إلى هذه الأحداث؟ وأنتم وصفتم العلاقة بأنها كانت علاقة طيبة بينكم معه. نعم، لكن في نفس الوقت أنا لم أكن موجودا في موريتانيا في غالب الأحيان، وخصوصا هذه الأحداث كنت بعيدا من الأوضاع في موريتانيا، لأني أنا ذلك كنت دخلت منظمة اليونسكو كمدير مكلف بالدول الأقل نموا، وكان رئيس معاوية ساعد في تعييني فيها. لكن سبقت هناك أحداث أخرى، من بينها اعتقالي في عهده هو سنتين بعد. متى؟ 86. 86، يعني أن العلاقة بينكم أساءت بعد. يعني الحقيقة تحدث أشياء غريبة في دولنا هذه، لأنه كانت العلاقة طيبة مع الجميع، ولم يكن هناك أي شيء يوحي بأن لي اتجاهات معاكسة، ولم تكن لدي أي اتجاهات سياسية محددة في ذلك الوقت. لكن تحدث أشياء غريبة، وأعتقد أن هذه المرة الأخيرة التي اعتقلت بها، وكانت اعتقد ان المسؤول الاول عنها الاداره الاستعماريه التي بقيت حضورها موجوده، وبقى منها مروه بتين. كيف من مثلا؟ لا لا طبعا لا 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 لا, لا, لا للتاريخ فقط. لا لا ربما يستغرب المشاهد من ان ابدا اقول فقط من ان دائما بدايتكم مع الاحكام تكون طيبه، وبعد ذلك مباشره تتوتر العلاقه. حدث ذلك مع المختار في بدايه عهده، ثم مع محمد خنوي الهيداله، ثم مع ولي الطائع. كانت العلاقه هناك طيبه، طبيعه في الحكم والحكام تجاه نوع من الناس. يعني الحقيقه انا شخصيا لم اكن من النوع الذي يصلح ربما للتعامل مع الحكام، لأنهم ربما لا يثقون بأن شخصا من هذا النوع يمكن أن يكون مطيعا ولا يمكن أن يعمل لهم مشاكل ولا له طموح يمكن أن يهدد مصالحهم. وبالحقيقة هذا الذي كانوا يتصورون عكس
الحقيقة تماما، يعني لم يكن لأي طموح شخصي تجاه السلطة ولا ضد هؤلاء جميعا. في البداية طبعا كنت ضد الاستعمار، وكنت في وضح النهار ناظر ضده، وفي وطبعا مع الحكومة في البداية التي كانت معه. أما في هذا العهد ف طيب، لا أظن أن من معاوية، أن معاوية كانت لديه نية سيئة تجاهي، لكن الله أعلم، أنا عرفته في البداية وكان محيطين به. لكن الحقيقة مما شاهدته أيضا أن الرؤساء بعد سنة أو سنتين تتغير طبيعتهم تماما، ويصبحون فراعنة يعني في الحقيقة. أرادوا حدث هذا مع الثلاثة. إذا بالنسبة لمعاوية، طيب لا شك أنه حصل تغيير، لكن أنا متأكد أن هناك عوامل داخلية كانت في الإدارة لم تتغير من عهد الاستعمار القديم، واستمرت، وكان هناك بعض الأشخاص الذين لم يزالوا موجودين إلى عهد قريب من الآن. لكن طبعا الآن ما زالوا موجودين في الإدارة؟ لا لا, لا 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 أظن بعضهم على كل حال بقية حتى عهد قريب. لكن وأنا ما تقدر تسمينا منهم حد. وأنا اعتقادي مثلا كان المدير العام للشرطة العقيد علي محمد فؤاد، ولا أظن ولم أرى أي دليل على أنه كان موافقا أو طرفا في القضية. ربما كانت هناك ودداه أنا ذاك كان هو مدير أمن الدولة. نعم أعتقد. هل لقيكم في هذا الاعتقاد؟ لا 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 يعني لا أتهمه شخصيا، لكن لا أبرئه. إذا ما دمت تبرئ علي ومعاوية معناه أنك لا, والله لا تستبعد أن يكون لديه وراء لا لا، لكن لم يكن لدي دليل حقيقي يثق به على أن ضده متورط، لكن من ظاهر الحال أنه ربما كان على الأقل هو في ذلك. بالنسبة لكن من الأدلة التي وضحت لي ان بقايا الاستعمار والإدارة الاستعمارية لا تزال موجودة، معناه ان الداهي من بقايا الاستعمار هذا؟ لا 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 ابدا، لا هذا سأحكي لك. نعم. ماذا اريد؟ نعم. لما جاء المدير العام للشرطة علي في النهاية جاء وزارني في المكان الذي كنت فيه. اين كان؟ أعتقد أنه مكان الشرطة، إدارة الشرطة أو شيء من مكان سيء على كل حال. وطيب يوما ما دعوني لمكاتب وظيفة ظهر منها، وجاء المدير وحي سلم علي، وكان حديث طيب، وحاولت أن أعرف عن طريقه ما السبب، فأعطاني بعض الأشياء اللي تدل على ما قلته أنها بقايا. ما الذي قال لك تحديدا؟ مثلا أنهم اكتشفوا في مش عارف العبارة اللي قال، كان في أرشيف وفي كذا من السلطة، أني كنت على صلة قوية وثيقة بمحمد الشيخ أحمد محمود وكان الإمام مثلا. لا لا هذا ليس سرا، هؤلاء زملائك. وان لي كنت وان كانه كانت لي علاقات قويه جدا مع الكوار، مع مواطنين. نعم، مع الزنوج، مواطنين موريتانيين زنوج. وطيب هذا من ناحيه، هذا طبعا شيء غريب جدا، 20 سنه او اكثر. نعم. بعد بمعنى انهم اتهموك بتحريض الزنوج على شيء غريب. هو تزامن مع اعتقال جماعة فلام. نعم. اعتقالي تزامن مع، لكن شيء غريب لم تكن لي أي علاقة. طبعا كنت أعرف بعض الأشخاص ومن بينهم شخص يسمى ربما ثقافتكم الفرنسية أيضا، يوسف جاي، كان معي في نيويورك في البداية إلى آخره. لكن على كل حال ما فهم الشيء الثاني، طبعا الثقافة الفرنسية إلى آخره من الأسباب اللي برروا اعتقادي انهم كانت هناك منشورات، وقال لهم بعض خبرائهم ان هناك منشور لا يمكن ان يصيغه الا فلان لمعرفته بالفرنسي. يعني شيء سخيف وغريب. هذا المنشور عن ماذا يتحدث؟ لا نصرة الجماعة اللي اعتقلت الى اخره، لكن طبعا لا علاقة لي ب لم تكن لديك في هذه الآونة علاقة بافلام ابدا، ولم اكن على علم بوجودهم.
بوجود المنظمة. إذن بعد مقابلتكم مع علي مباشرة أطلق سراح؟ يعني أخذني معه أطلق سراحي. أطلق سراحك وبقيتم في موريتانيا أم انتقلتم؟ لا بقيت في موريتانيا. لا هل لقيت ولي الطاعة بعد هذه الفترة؟ نعم بعد ذلك استدعاك ورجعت العلاقات تقريبا كما كانت. يعني قالوا انه لي كب ما يرشع لكن أيد ترشحي بعد ذلك كمدير عام لليونسكو. وكان ربما هذه بادرة. وإذا وبعدين على كل حال كانت نتيجة ذلك أني عينت في اليونسكو لا كمدير عام لكن كمدير مكلف بعض. جيد. إذا أعود إلى سؤالي وهو ما موقفكم من هذه الأحداث أحداث 9/2؟ لا هذه طبعا لم أكن موجود وجاءتني متأخرة جاءتني الأخبار متأخرة جدا ومتقطعة ولم أطلع على حقيقتها وخطورتها إلا بعد ذلك بطويل. وأنا طبعا أدينها. أنت تعتبر أنها أحداث عنصرية؟ لا على كل حال جريمة جرائم لأنها قتل. جريمة ارتكبها ولا الطائع؟ طيب مش الطائع وحده لكن نظامه. من معه؟ طبعا مسؤوليته طبعا لا يمكن إلا أن تكون كبيرة لأنه هو كان قائد الجيش ويقال أن ذلك أنه لا ما يحرك سياسه شنو هو أمر. طيب هذا مبالغ فيه لكن يصعب تبرئته من القضية وهي على كل حال من أكبر الجرائم اللي ارتكبت في حق هذا الشعب لأنها كانت بداية لشرخ يعني قوي جدا ما يسمى بالوحدة الوطنية إلى آخره. هذا يعني شيء يتنافى تماما وحتى فقط بالشريعة الإسلامية قتل النفس التي أرواح بكثرة بتعدد شيء غريب جدا. يقول البعض إنكم قبل يوم واحد من الانقلاب على ولي الطائع كنتم تدشنون فصولا لمحو الأمية ربما في محاولة لتقرب من النظام آنذاك. هل كان هذا تعبيرا عن عودة العلاقة بينكم وولي الطائع إلى دفئها؟ لا في الحقيقة بعد ذلك لم تعود العلاقات لأنه هو تغير تماما. هو كان إنسان طيب وبسيط ومتواضع إلى حد كبير وتقدمي الحقيقة وطني وتقدمي. بعدين أعتقد أنه لم يعد طيبا ولا تقدميا. أنه لا في الحقيقة هذا شيء آخر يعني هو أصبح شبه منظر للفساد أو على الأقل في عهده تجدد الفساد بالشبه. وجاءت الديمقراطية وبدل من أن تكون ديمقراطية حقيقية أصبحت الفساد. هذا باختصار تكريس للفساد باختصار شديد. وهذا مؤسف جدا لأنه هو بدأ وكان رجل طيب وبعيد من هذه الأشياء وبعيد من القبلية ومن هذه الأشياء لكن يظهر أن الإنسان يتغير كثير وأن السلطة تغير الإنسان. إذا ما دام تغير ما الذي دفعكم إلى تدشين فصول مع حلومية في آخر سكرات نظامي؟ نعم هذه قصة أخرى لأن أنا قبل ذلك بسنة تقريبا بدأت مشروع مع مجموعة من المثقفين أوروبيين وعرب وفارقة لابتكار منهج لمحو الأمية عن طريق التلفزة. واهتممت كثير بالموضوع وكان في نفس الوقت في موريتانيا كانت قضية محو الأمية طبعا نعم شعار كبير رفعه فكان بالنسبة لي هي على كل حال شيء مهم محو الأمية. مع الأسف اللي حصل في موريتانيا شيء آخر ومؤسف أحيانا لأنه يعني ركبه المصفقون والمنافقون إلى آخره وتغيرت أمور جدا وأصبحت وسيلة للتقرب من السلطة. نعم. بأي سبب بأي طيب لكن بحد ذاته المشروع كان مشروع طيب وأنا تحدثت معه هو وجاء معي بعض الجماعة اللي كانوا يحضروا وأبدأ استعداده للتعاون مع هذا المشروع
يعني خالص غير موريتاني، هو دولي وكان محول أمية، يعني لغة عديدة منها العربية ومنها لغات أخرى آسيوية إلى آخره والبرتغالية إلى آخره. إذا لكن بالنسبة لي أنا كان المشروع أساسا اهتممت به من أجل موريتانيا طبعا. وكاد وهل استمر هذا المشروع أم أنه بالانقلاب؟ لا لا، مع الأسف فقط لقضية أخرى طويلة، لأنه هو أولا أبدات استعداده وتأييده ووعد بمقابلة المجموعة، وأعطى مواعيد. وهذه المجموعة تتكون من من؟ من تتحقق لا ناس آخرين غير موريتانيين، غير موريتانيين إطلاقا. جيد. كيف كانت علاقتكم بقادة الانقلاب عليه سنة 2005؟ لم تكن لي أي علاقة بهم في طيلة هذه الفترة الانتقالية. لم تكن بعدين طيب أثناء الفترة الانقلابية لقيت بعضهم. متى كان أول لقاء بينكم وإياهم؟ لا أتذكر الحقيقة، لكني لقيت رئيس علي محمد فؤاد، ولقيت أيضا أنا ذاك العقيد محمد العبد العزيز. كانت اللقاءات طبيعتها شنو؟ يعني ودية وتعاونية. تتم في القصر الرئاسة، تمت في القصر الرئاسة. في قصر الرئاسة وفي أماكن أخرى، مثلا خصوصا في مكتب العقيد محمد عبد العزيز وفي الرئاسة أيضا، حتى في مكتبه هو في الرئاسة. يقال إنكم أنتم من أتيتم بالرئيس سيدي ولي الشيخ عبد الله للعسكريين ونصحتموهم بترشيحه بوصفه مرشحا افضل للمرحله، هل صحيح؟ لا غير صحيح، غير صحيح. لاني في الحقيقه ايدت سيدي الشيخ عبد الله كمترشح، وكانت بيننا معرفه يعني محدوده لكن من قديم، لانه هو في البدايه كان عضو في الحركه الشبابيه، يعني عضو من بعيد. النهضة. كان لما كان طالب في دكار 56 57 مثلا. جبرته ليه؟ يعني طيب، كان الطلبة الموريتانيين تقريبا كلهم اعضاء لكن غير عاملين في الميدان، يعني يبقوا في اماكنهم. بعد ذلك لقيته قليلا لما كان وزيرا هنا في عهد معاوية. طبعا لما كان وزير بعد مختار لم يكن اطلاقا نعم في موريتانيا. اذا كانت هناك معرفه بدائيه ولا باس بها، طيبه، يعني كنت عندي فكره طيبه عنه. ولكن بعد انقلاب هذا 5 كانت عندي فكره انه من جديد ربما يمكن من جديد العوده الى العمل الوطني بالمعنى القديم، يعني تكوين حركات او احزاب بعيده من البوليتيك، يعني بالمعنى اللي كنا احنا. كنت تفكر في انشاء حزب سياسي؟ ولما رجعت انا ذاك من الغربه نصحني الكثير ان اترشح انا للرئاسه، لكن رفضت لاني لم اكن على استعداد. هذا 2005 2005 6 هل من بين من نصحوا قاده الانقلاب؟ لا 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 لا، لم يكلموك في؟ لا لا ابدا، لا لا اصدقاء فقط، لا لكن لم يكن هذا حديث علني ولا صحفي ولا اكون، لكن انا راهنت على ان قررت ان اراهن على بعض على احد المرشحين اللي طيب اولا عنده برنامج انتخابي معقول وايضا احتمالات للنجاح حتى يكون العمل مجدي. فظهر ان سيدي ربما كان فيها، وتحدثت معه طويلا حول البرامج وابدا استعدادا للعمل على اساس برنامج معقول، وايدته مع غيري من الناس. وهل تحدث معكم الرئيس علي بن محمد فؤاد انذاك في دعمه؟ لا. والعقيد محمد العبد العزيز الرئيس نعم نعم العقيد محمد حدثكم انذاك، طلب منكم دعمه؟ لا، بعد ما ترشح سيدي كان هناك تعاون، لانه طيب العسكريين لم يكونوا بعيدين عن، لم يكونوا حياديين، لكن لم يكونوا ايضا مؤيدين كلهم لنفس، كان بعضهم يؤيد
مهما كان يسمى بالمعارضة بعد ذلك. وإذا كان هناك هل لقيك غير محمد الرئيس محمد عبد العزيز لدعم مرشح آخر من العسكريين؟ لا ما دام هنالك انقسام لا بينهم. لا 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 لم ألقى، لم تتلقى دعوة إلا من الرئيس محمد عبد العزيز؟ لا لا لم تكن دعوة، إنما التقينا في أثناء هذا العمل في إطار الدعم لسيدي ولي الشيخ عبد الله. نعم، في عهد الرئيس سيدي ولي الشيخ عبد الله كنتم من مقربيه، وكان بعض من أعضاء دائرته يشككون في وفائكم له، لكن السيدي حسب بعض مقربيه لم يبالي بأحاديث التشكيك في نزاهتكم، بل دافع عنكم حين قيل له إنكم تخليتم عن الجنسية وأنه من عاد إليكم الاعتبار. رغم كل هذا الإصرار من سيدي على حفظ ودكم، كنتم في طلاع المنسقين للإطاحة به مع قادة الانقلاب الجدد 2008. ما دوافع هذا التنسيق؟ من كان خيارا؟ أولا لا أظن هذا السياق صحيح، لأنه يعني كان سيدي يدافع عني لأني كذا وكذا. لا، أنا ذاك لم أكن إطلاقا مهددا، ولم يكن هناك تشكيك تجاهي. على هذا نقلته عن مقربين من الرئيس. لم أكن على علم بأي شيء من هذا النوع، ولا بدفاع من طرف صديقي سيدي، ولا لم يكن هناك. إذا ما الذي دفعكم لم يكن موضوع إلى دعم إلى دعم الانقلاب على صديقكم كما وصفتم؟ لا لا، لماذا أدعم انقلاب ضده؟ لكن في الحقيقة في أثناء أنا كنت مستشارا معه، وحاولت مساعدته بكل إخلاص وتنبيهه على بعض الأمور وإلى آخره، لكن في أثناء ذلك، على كل حال لا أريد التعمق في هذا، لكن في أثناء ذلك ظهر أنه من ناحية أنه لم يستطع تمكن من الأمور بحيث يفي بما وعد به. مثلا من الوعود التي اقسم بها انه لن يترك المفسدين، او ما كانوا يوصفون بمفسدين، يعودون الى اماكن مراكز السلطه، وظهر انه لم يستطع الوفاء بهذا الوعد. اعادهم فعادوا ورجعوا. من تتذكر من هؤلاء المفسدين؟ لا اذكر احدا، لكن معروف أنه قبل سقوطه رجعت الحكومات كما كانت تقريبا في عهد معاوية، يعني هذا يكفي. أيضا كانت هناك محاولة لبناء حزب جديد، كنا نريده أن يكون جديد، أنا كنت من بنية حزب عادل على هذا الأساس. نعم، ولكن في النهاية كلف هو بعض الناس بقضية الحزب، وأعادوا تقريبا ما كان يسمى ببير دي اس، يعني الحزب الجمهوري، رجع تقريبا ما كان. هذا كله بعيد عن الوعود عن. نعم، إذا قضية تأسيس الحزب وحاولت إقناعه، حاولت، كنت دائما أحاول إقناعه وأكتب له مذكرات، يعني كتابات صغيرة، لكن لم يقتنع ولم يغادر ولم يستطع على الأقل تغيير شيء، فابتعدت انا عنه، واصبحت هناك يعني مشاكل وتناقضات. من تعتقد انه اثر على سيدي في هذه المرحله؟ داخل القصر، يعني داخل السلطه. فاستدعاني يوما ما ليذكر لي هذه المشاكل وهذه التناقضات والى اخره، فقلت له بكل بساطه انه هذا حله بالنسبه لي انا شخصيا بسيط جدا. انا اغادر المنصب الذي كنت فيه في الرئاسة فورا وتنحل القضية. ورغم هذا حاولت إقناعه حتى بعد ذهابي بالتعامل مع قيادة الجيش بشكل آخر، لأنه بدأ الصدام بينه ومعهم، بتشجيع من بعض أصدقائي الآخرين، وأنا أعرف أن هذا لن يصل إلى. من هم هؤلاء الأصدقاء؟ أصدقائه الآخرين؟ لا لن أسميهم، لكن هل ترى أن لأعضاء الكادحين الكبار الذين كانوا بجواره أو عن يمينه وعن شماله دور في هذا؟ لا 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 أعتقد، لا أعتقد. لا هل كلمك قادة الانقلاب قبل؟ لا لا، عفوا، فأنا ابتعدت عن
رئاسة. أعتقد أنه بعد ذهابي بشهر أو شهرين تقريبا حصل ما حصل، لكن كنت بعيدا عن ذلك، لم أتآمر أبدا ضده وأنا معه ولا بعد ذلك، لكن بعدين كنت برا وكنت في خلاف مع ما يدور حوله وما يعمل باسمه. إذن لم تكن خيانة ولا خديعة، أنا اتخذت مواقع حتى وأنا في الرئاسة كتبت مقال وعملت مقابلة مع الجزيرة فيها بعض الانتقادات التي كانت سبب في الخلاف النهائي مع بعض المقربين منه. لذلك يعني ما روي غير صحيح اطلاقا. جيد، اذا لم تكن لكم صله بقاده الانقلاب قبل وقوعه؟ لا طبعا لا، اعتقد ان هناك من كان على علم بما سيجري يعني. جيد، بعد الانقلاب هل التقيتم بقادته بعد الانقلاب مباشره؟ الرئيس محمد بن عبد العزيز ورفاقه الذين جاءوا بعد السيدي الشيخ عبد الله؟ مباشرة لا، لكن فيما بعد طبعا. فيما بعد ألفتم كتابا بعنوان العجز الإفريقي، هل ترون أن مأمورية موريتانيا في الاتحاد الإفريقي كرست نهاية مع هذا العجز؟ على الأقل في موضوع معين. أعتقد أن موريتانيا مثل غيرها من الدول من المستعمرات القديمة بقيت عاجزة طيلة نصف قرن، عاجزة عن التقدم عن التنمية، وعاجزة حتى عن حماية حدودها وحماية أمنها. بقي المستعمر السابق دائما هو الضامن لهذه الأشياء ويتدخل من حين لآخر عند الضرورة. في موريتانيا وغيرها، في موريتانيا تعرفون قضية طائرات جسكار إلى آخره، ولكن بعد ذلك ظهر أن العجز لا يمكن تلافيه عن طريق المستعمر السابق. مثلا في موريتانيا، نترك الآخرين، لكن الوضع في موريتانيا بدأ يتغير منذ الانقلاب، منذ هذا التغيير. عملية المغيطي مثلا هذه كانت بداية لتدهور الأوضاع إلى بدون حدود يعني في موريتانيا، وكانت تسير في اتجاه القضاء على مش على السلطة فقط، على الدولة يعني كدولة، تعرف تسلسل الأحداث، حتى أصبح الإرهاب في نواكشو، في قلب نواكشو، وأصبح الناس مهددون في حياتهم وأماكنهم. هذا هو الوقت الذي تغيرت فيه الأمور في موريتانيا. وأعتقد أنه مثال مهم بالنسبة للإفريقية، لأن تقريبا جميع الجيوش في هذه الدول من نفس النوع اللي كان موجود اللي كان في موريتانيا. بين عشية وضحاها تغير الوضع في موريتانيا وحدها. طيب، فيما قبلها كان شيئا ما تشاد، عنده جيش لا بأس به. لكن إذن النموذج الموريتاني يمكن أن يكون صالحا لإفريقيا للخروج من هذا العجز الذي كتبته. بالحقيقة لأنه كان هناك شيء ينقص الاستقلال عندنا وعند جيراننا. أعتقد أنه ربما ما هو هذا الشيء؟ ربما نسميه السيادة الوطنية. طبعا السيادة جزء من الاستقلال، لما دولة مستقلة. إذن قبل انقلاب 2008 لم تكن هنالك سيادة؟ لكن نعم كانت السيادة رسميا موجودة وقانونا، لكن عمليا لم تكن لها حال. ولذلك بقيت موريتانيا طيلة هذا الوقت عرضة لمن يريد يعني استدامها أو الاعتداء عليها إلى آخره، مع الوضع الحالي، مع النظام الحالي بدأ شيء آخر. والرئيس محمد عبد العزيز هو من صنع هذه القضية، يعني ما يمكن أن يقول بيده، لكن على الأقل هو الذي أرادها، مش وحده، لكن طبعا هو الذي قاد عملية تغيير الجيش من داخله في موريتانيا حتى أصبح قوة رادعة على الأقل. بل على يعني إذن كيف تقيمون راهن موريتانيا الآن؟ كيف تقيمون راهن موريتانيا الآن؟ طيب، في هذا المجال أصفه بأنه جيد، لأن موريتانيا على الأقل أصبحت قادرة على حماية
سيادتها الوطنية وحدودها وأمنها، وهذا شيء مهم جدا كان يجب أن يبدأ مع الاستقلال وأن يهتم به القيادات الموريتانية منذ البداية. ومن الغريب أنهم لم يهتموا به، لا المدنيين ولا العسكريين الذين طاحوا بالنظام، لكن تركوا الجيش. جيد، إذا كيف هي علاقتكم الآن مع النظام؟ طيب، علاقة تعاون في الحقيقة. لا 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 أدعي أن كل شيء تغير. مثلا أنا أقول دائما أن هناك قضية بقيت ناقصة في هذه الدول كلها. ما هي؟ وهي الأسس الوطنية التي تبنى عليها الدول على أساسها. لأن ماذا تعني بهذه الأسس؟ الإدارة الاستعمارية كانت لها أسس مشارب غير وطنية، مثلا نابعة من الحضارة الأوروبية. كيفاش مثلا؟ لا، هو يعني هاي الأسس مثال عليها، هي التشريع وهي الثقافة وهي التوجه العام، ويعني جميع القضايا التي تتعلق بالدولة ينبغي أن تكون لها أسس وطنية ثقافيا وحضاريا نبعا. ولذلك الشعوب لم تعترف بهذه الحكومات كشيء لها، كحكم يعنيها، تدافع عنه وتعترف به كجزء منها. ولذلك بقيت الحكومات عاجزة. هذا هو سبب ضعف الحكومات وعجزها. إذا بالنسبة لموريتانيا على الأقل هذه، هناك لبنى مثلا موجودة يمكن البناء عليها. يبقى أن نفكر جميعا وليس الرئيس وحده، لكن هذه الأشياء طبعا ضروري أن تأتي من طرف الحكام، يباركوا فيها على الأقل ويعطوا بها تعليمات إلى آخره. لكن أعتقد أن على المثقفين في هذا البلد والمفكرين بصفة عامة العمل من أجل إعطاء أسس لهذه الدولة. جيد. هنالك من يقول إن علاقتكم بحكام البلد ربما كشفت بعضا من سوء طالعكم، فحين دعمتم الدادا كانت موريتانيا تعيش أزمات التعايش بين مكوناتها، واختطف ربما شقيقكم أحمد بزيد منكم الأضواء، وحين عدتم بعد الانقلاب على ولدادة في السبعينيات سبقكم ولبن جارة إلى الفوز بثقة الانقلابيين وعين رئيسا للوزراء، وحين أردتم الانخراط في دعم وللطائع عن طريق فصول محو الأمية تم الانقلاب عليه. كيف تنظرون إلى هذا التوصيف؟ أقول له أنه غير أمين وأنه عداء يعني دي اتجاهي أنا، لأنه بحث عن أشياء خيالية يعني ليست موجودة، هذه الواقعة ليست موجودة. مثلا أن أحمد بزيد اختطف غير صحيح إطلاقا، لأنه كان عين وزير الدفاع وأنا سفير وطيب منذ البداية، ورئيس ديوان ترتب في الوظيفة حتى عين وزيرا. لا لا لا، لم يكن هناك أي شيء من هذا. أحمد بزيد كان شخص نزيه إلى أقصى حد، ومثل محمد الشيخ، وهذا هو السبب في الخلاف بينهم وبين المختار رحمة الله عليهم جميعا. أما بالنسبة لي أحمد نجار، وقد أجبت في المرة الماضية على أن أنا لم أكن هنا. سيد أحمد نجار كان من الجناح المدني للانقلاب، ومن الطبيعي أنه يطلع معهم في شيء ما. أنا لم أكن إطلاقا مترشحا ولا مرشح لوظائف من هذا النوع، ولم يسبقني سيد أحمد لأي شيء. لا، الغريب هناك فقط غريب، وهذا ليس من الطالع ولا من غير هذا مما ذكرته آنفا. أنا اعتبرتني الإدارة الاستعمارية، الإدارة الاستعمارية هنا تقولونها لجميع الأنظمة التي جاءت قبل 2008، اعتبروني كالعدو الأول. وهذا بقي في أذهان كثير من الناس الذين كانوا متعاونين مع الإدارة. ولا لا لا أقول أن كل هذا إدارة استعمارية. لا، بعد الاستعمار المباشر جاء الاستعمار غير المباشر، نيو كولونياليس، وهو ما بقي هون وغيره في المستعمرات. يعني تسوية الاستعمار لم تكن
تامة ولا كافية. رغم تقلب الأنظمة بقي. نعم. رغم تقلب الأنظمة بقي هذا الاستعمار. نعم، بقية جذور قوية فيه، وأنا ذكرت بعض المؤشرات على ذلك. جيد، ننتقل قليلا إلى الأدب لأن الوقت أصبح يطاردنا. كيف كانت بدايتكم مع الأدب؟ وأي فنونه ترون الألصق والأقرب إلى نفسكم؟ في الحقيقة يقال كثير من الأشياء ويشيع ياسر، وأنا شخصيا عرضة لكثير من هذا. طيب، ربما يراه الكثيرون إيجابي ويقول هذا فتاة وكذا وشاعر، لكن في الحقيقة أشياء مبالغ فيها جدا. أنا لم أكن أبدا شاعر بالمعنى المحترف، ولكن طيب كيف ولاد الزوايا دائما يكبر واحد في جو معين في وسط معين، وياتي الشعر بدون ما ملود له حد مثلا لغنى وكذلك الاشياء. في الحقيقه في شبابي وقبل ذلك لم يكن الادب هنا غير الشعر في الحقيقه. كان طيب الكتابة لم تكن إلا بالنظم، لأن الناس لم يكونوا يعرفون الكتابة بالنظر، يعني بسيطة لم يكن ذلك موجودا. وأنواع الأدب الأخرى لم تكن موجودة، مثلا الرواية ولا القصص ولا كل هذا، ما عدا مثلا المقامات مثلا في العهود القديمة وفي غيرها. وحتى أنا كان لي أستاذ طبعا شهير، هو المختار الحامدي. نعم، لانه هو من رواد المقامه في موريتانيا مثلا. نعم. عنده مقامه مقام الاطاريه، مقام الولاتيه، مقام الحوضيه. لما اختار المختار التوجه الى اطار. نعم، المقام الاطاريه. نعم. لما جاء اطار انا كنت من اول الناس اللي الناس معنا الشباب. نعم نعم، الأولاد الذين استمعوا لدروسي. درسكم المختار؟ نعم نعم، كان هو أستاذ الأدب والنحو مثلا. نعم نعم، الشعر إلى آخره. طبعا كان هناك أستاذ الفقه وآخر إلى آخره. أما طبعا كان الشعر الشعر بشقيه، الفصيح والشعبي. الفصيح والشعبي طبعا كان بالنسبة لي. أيهم كان الأطوع بالنسبة لكم؟ يعني تقريبا كان ما متبعدين. ايش تذكروا من 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 عيون شعركم الفصيح والشعبي؟ ما في شيء أذكر كبير الحقيقة. مثلا دائما يسألوني أين ديوان وكذا كذا، أنا أبدا لم كثير منه لا أكتبه. قال واحد من الشعراء: أقول البيت منه بلا عروض على أقوام أقوم الابتساني. ويسمعوا واحدين يضبطوه ويعودوا ويزيدوا قاعية ويسوقوا شيء آخر، ولكن هذا ما حصل منه شيء قبال. يمكن هل نفهم من هذا أنكم كنتم تخشون أن تطغى عليكم صفة الشاعرية وهي ربما تزري عند بعضهم؟ لا طبعا لا تزري، لكن قال ايضا اخر: باب الدواعي والبواعي مغلق. لا اقول ذلك، لكن الحقيقه لم احضر شيئا خاصا لهذا. وليس هناك ما اي الاغراض الشعريه الاكثر ورودا في شعركم؟ اي الاغراض المدح، الغزل، الرثاء، ماذا؟ اي هو على كل حال أشياء تتعلق بالأحداث، بالمناسبات الآخرين. وطبعا لا شك أن الغزل كان النسيب كان أهم شيء. تتذكرون شيئا منه؟ وبعد ذلك السياسة. لا، مثلا في المنفى كان معي صديق يسمى جيش المحمدو، وهو
شاب من هذا اللي قالوا يتقون، شاب لطيف طيب. و سألني يوم ما أنا كتب له أشياء، كان مطلوب أنه يشارك في ندوة في باريس، فجاءت فعلا أشياء ممكن أتذكر منها بعض النقاط القليلة. تذكرني على الجيش بتذكار أرضك موريتانا وطاني، نسقط رأسي وديار وكار ما كنت عليهم بران بالهود، حكاية الأشعار وبالمزاد الحسان ذيك أرضي بالحسان الجار والخاطر يسوي باني، وبدأت القراية والتكرار والشعر الزين المعاني. ولا تنسى الجيش الفرقان فتيرس الحوض وفقان بالخط وقراية الدمى ما ننساهم قبل إلى آخره. وفي أشياء طبعا شيء ما نسيب غزل إلى آخره، لكن في النهاية كان فيها خاتمة سياسية إلى حد ما على الأقل في اتجاه لعقبة النيل المنان لعمار مع تراب البيضاء. تراب البيضاء معنا موريتانيا تو، ما هي عنصري. فيها نمشي ونشوف هوان تراب البيضاء الصبع ساعات قلت تدخل فيها الصحراء. هذا بالي ذيك الساعه قاع ما هذا. لا تنسى لعبتنا المنان الاعمار مع تراب البيضان، فيها نمشي ونشوف وان فمانك وانا فماني، وفيها يتمتع كل انسان بحريات الانسان. بيضان وتكرور اغرمان قنقالي والله فلاني، ويواسيها بالحق وطان فخر في خدمتها متفان. يعني شيء قصير لكن جيد. في هذا الإطار الأدبي دائما كيف تنظرون إلى أولية الشعر الحساني الموريتاني، وهل الأسبقية في ريادته لسدوم ولنجرتو أم لأبناء مان؟ والله لا أدري إذا كان هناك أسبقية لأحدهم. على الأقل أنا كنت دائما أسمع أن سدوم واللي درته هو أول من طرد الشعر، لكن أخيرا سمعت عن والمانو، وهناك أشياء لم أطلع على حقيقتها ولا على نهاية البحث عنها، وسأحاول استكمال البحث فيها. لكن أعتقد أنه بدون شك بدأ في نفس الوقت في أماكن مختلفة. سدوم واللي درته في تقانت وأدلال آخره، وهلمانو في القبدة، ولا شك أن في الشرق وفي الحوض بالخصوص أنه كان هناك مدارك كبيرة ومهمة جدا من هذا. إذا أعتقد أنه لا شك يكون بدأ في أماكن مختلفة في نفس الوقت، كما هو حال الشعر الفصيح أيضا، لأنه لا شك بدأ في أماكن مختلفة. من المعروف على الأقل في الزر القبدة تل الساحلي انه الله واللازقه هو اول من في باب الشعر الفصيح. الشعر الفصيح وقصائد الشعر الفصيح، لكن هل يسلم بذلك اهل الحوض مثلا اصابه ذيك اللي معروف ايضا فيها مراكز قويه وقديمه جدا للشعر والثقافه العربيه بصفه عامه. جيد. دائما في باب الأدب وفي فصل الكتابة تحديدا وضمن سجال بينكم والدكتور حماه الله والسالم، كتبتم مقالا بعنوان كل شيء له حظ من اسمه، أو كل شيء يلوح في شيء، وهو مقال يرى البعض أنه امتلأ ربما بحمية عصبية بين ظفرتين مخيفة من مثقف تقدمي. ربما يرى بعض قارئي هذا المقال أنه أطنب في ذكر أمجاد القبائل وإبراز الدفاع عنها. كيف تبررون هذا الموقف في المقال؟ ربما يكون على حق، الله أعلم. على كل حال أنا أبدا لم تكن في نيتي أي اتجاه جهوي ولا قبلي ولا، وأعتقد أن في هذا المقال أو في هذه المقالات أوضحت أشياء توحي بأن ليس لي انتماء قبلي جهوي حقيقة مستبعد للغير، وأني مثلا
من أول ما ارتبطت به أصدقاء من الحوض مثلا، ثم لما عرفت أهل تلك الأرض استعجبت جدا جدا يمهم في الثقافة وفي الغنى وفي الهود خصوصا. وطيب على كل حال أصبحت لي علاقات وثيقة بالعيون مثلا والحوض بصفة عامة. وأول بالطبع تطورت إلى مصاهرة. نعم، ومن أول أصدقائي ربما الثاني الآن بعد العينين اللي عرفته في أطار سيدي بونو السيدي من ولاد ناصر من العيون، اللي عرفته في أول سنة من الثانوية في الكوليج، ولم تزل الصداقة بيننا حميمة حتى الآن، وأصدقاء آخرين وتطور كثير في هذا. إذا أنا الحقيقة في عبارة بالفرنسية ما نعرف كيف يترجم ديتريباليزي، يعني ربما ولدت بعيد عن القبلية، من الأسباب ربما أني ولدت في أرض بعيدة من أرض آبائي وأجدادي، هي شنقيطي وأدرار بصفة عامة، وكبرت فيه إلى آخره. وبعد ذلك سافرت في موريتانيا وزرت البحر والحوض، إذا واستمرت الأمور. ومع ذلك حين أردتم حين أردتم تأسيس رابطة تهتم بالثقافة سميتموها رابطة الساحل. اكتشفت فيما بعد أن هناك أيضا ظلم كبير لبعض الناس، لبعض حتى لبعض القبائل وبعض الناس من طرف الأنظمة، من طرف الحكام ومن طرف المجتمع. هاي القبائل في أين؟ المجتمع المتغلب، منهم أهل الساحل مثلا مظلومون بصفة خاصة. لكن هذا طبعا ليس الموضوع الآن، لكن أنا لما أرى أن هناك ظلم أنا رحت فيتنام أول بلد زرته، ولا أقول أني شاركت، لكن شاركت شيئا ما في القتال في ميادين مختلفة في فيتنام وفي كمبوديا في أماكن بعيدة جدا وفي ظفار من أقصى الجزر العربية. نعم، القتال بالسلاح. نعم، حملتم السلاح في فيتنام وفي هذه الأماكن كلها. نعم، وفي إفريقيا، إفريقيا السوداء إلى آخره. وطبعا ربما لتغيروا المعادلة التي عندنا هنا بأن حسان هم من يحملون السلاح فقط. نعم، بالحقيقة لا، أنا كنت شاهد أساسا، لكن الشاهد أحيانا يضطر لي لحمل السلاح المشاركة إلى حد ما. إذا بعيد مني العنصرية إلى آخره. في هذا السجال دائما اعتبر حماه الله الدكتور حماه الله أن الشيخ ماء العينين أو مرابط الحوض كما سماه هو صانع هوية الشمال الحقيقية، وهو وحده من استطاع أن يبني هنالك صرحا دينيا وثقافيا يتجاوز العصبيات القبلية ويسمو فوقها، وكان كما قال حماه الله هبة الشرق للشمال ما ولد عقدة من الشرق لدى أهل الساحل. طيب، هل لا هذا مستساغ عنه هبة إلى آخره ثمينة جدا جدا. طيب الشيخ أحمد العينين طبعا، وكذلك الشيخ سعد بوه في القبلة وإلى آخره، لكن هذا أعتقد أنه سجال ما هو مهم ولا صحيح، ليس هناك تناقض إطلاقا. سبق الشيخ أحمد العينين أجلاء آخرين علماء وأولياء وإلى آخره، الشيخ محمد المامي سبق الشيخ أحمد العينين بكثير، وأجلاء آخرين من قبائل الساحل ومن غيرهم أتوا إلى هناك، ولكن جاء الشيخ أحمد العينين وكان شيئا عظيما جدا، واستقبله أهل الساحل وكثير منهم تتلمذوا عليه، وغير وبعضهم طبعا لم يفعل، لكن لم يكن هناك ما ذكره من إقصاء ومن غير وذاك. أعتقد أنه كان مبالغ فيه إلى حد بعيد ولا أعلم أنه صحيح، لكن طيب فيه ما هو صحيح أن الشيخ أحمد العينين كان هبة كبيرة وقدروها جدا أهل الساحل، لكن لم يكن هناك يعني فضاء غير
لم يكن له الفضل بهذه الطريقة التي كان له كثير من الفضل، لكن جاء بعد غيره. في نهاية الحلقة أريد منكم التعليق على بعض الأسماء التالية، ربما تعليق مختصر. محمد خنو الهيدالة وخيرت. هل صحيح أنكم قلتم عنه إنه رجل من أهل البل وتوف؟ وتوف لا، وعلق هو بأن هذا ما يزال وفلان مسكين. لا لا، أعتقد أن ذلك كله مبالغ فيه ومدور شيء ذاك. لا لا، أنا قلت فقط أن رئيس محمد خونة كان قائدا عسكريا ممتازا، وكان وطنيا كبيرا، وكان كثير من الأشياء، لكن لم يكن سياسيا، وربما في السياسة لم يكن بنفس القدرة التي كانت لديه، لأن هذا طبعا لا لا لا, لا يعني شيء، لا يعني إطلاقا تشكيك في أهميته، ولا في كان رئيسا، أعتقد لم يكن إطلاقا من أسوأ الرؤساء. معاوية والسيد أحمد الطاهر، وأعتقد أنه كان رجلا طيبا ودينا، ولا يريد الشر لأحد. وأنا شخصيا لم أحقد عليه أبدا، ولم أحمله حتى مسؤولية السجن الذي تعرضت له. جيد. سيدي ولي الشيخ عبد الله، عفوا، معاوية أولا. معاوية أيضا بدأ بأنه رجل طيب، وكان وطنيا وشابا تقدميا إلى آخره، بعدين السلطة تغير، غيرته السلطة. سيدي ولي الشيخ عبد الله، سيدي ربما أفضل منا جميعا، ويوقي به وكل شيء، يغير في الحقيقة زاد هو ظهر لعنه، ولا ما كان السياسة هي قبالة فن، ولذلك يمكن ظلمناه لما أردناه أن يكون رئيسا. محمد العبد العزيز زعيم بوليساريو. نعم، أعتقد أنه ربما كان خير خلف لسلفه، كان رجلا طيبا، وأعتقد أنه لا يزال، ووطنيا صحراويا، وقريبا جدا من موريتانيا، ويحب موريتانيا. القذافي. ماذا يمكن أن يقال الآن عن القذافي رحمه الله؟ خلعنا كان قد عبد الياسر من شيء مفيد، وعمل بعض الأشياء. تعتقدون أنه ظلم؟ ظلم وظلم، ظلم وظلم. إذا الله أعلم. على كل حال، ظلمت ليبيا بقتله بهذا الشكل، وبالإطاحة بهذا النظام بهذا الشكل، وظلمه ناس معروفين، مش فقط الليبيين، طبعا طبيعي انهم يظهرون بعضهم على بعض، لكن الاوروبيين والحلف شمال الاطلس، والرئيس ساركوزي بالخصوص، ارادوا بكل الطرق ان يطيحوا به وان يقتلوه. جيد. الربيع العربي. إن شاء الله يرجع ربيع. ظهركم على نواه ربيع. طيب، بدأ هناك فيه أمل كبير، لكن كانت هناك كثير من خيبة الأمل. حراك المعلمين. حراك المعلمين. نعم. حراك المعلمين. حراك المعلمين. حراك المعلمين. الحراك ما نعرف، على كل حال المعلمين شريحة طيبة جدا ومهمة، وأنا عندي أصدقاء فيه ما هم عاديين، لأن ما نسمع لسمى حسن لي بعد محمد سالم الدوقي رحمه، كان مناضل من أهم المناضلين في الشباب وفي النهضة، ونعرف فيه ياسر من خير وشي مفيد عمله، ومن النضال القوي. إذا أن على كل حال عندي هناك أصدقاء منهم كذلك موجودين الآن. حركة إيراء. حركة إيراء. إيراء حتى الآن لا أعرف الكثير عنها، ولا ما يكفي لأن أحكم عليها. شخصية تعجبكم في السياق المحلي أو العالمي؟ المحلي أو العربي؟ بصفة مطلقة يعني؟ نعم، تعجبكم. طيب، جمال عبد الناصر.
أبو الطيب المتنبي وفي السياق المحلي في السياق المحلي المحلي نعم. وهناك أشخاص طبعا طيبين، عندي أصدقاء مثلا اللي تجاههم كثير من التقدير، ومنهم محمد مختار الباه، منهم ملعينين الأحمد، منهم هيبو الهمودي، ويحيى المنكوس. فنان يعجبكم؟ فنان أو فنانة؟ كان لي إعجاب يعني فريد وإقصائي للغير بسيداتي واللب، وطبعا لا يزال أيضا. لكن هناك فنانة أعجبتني كثيرا وهي معلومة مدح، وقبلها ناصر الله متغيميش طبعا. هل هنالك قرار اتخذتموه في موقف ما وتندمون عليه الآن؟ كثير. كيف تندم؟ تندم عليه منهم؟ مثال فقط؟ لا يمكن ارتجاله، لكن أعدك بأني فيما بعد إن شاء الله أعطيك بعض. إذا يلح علي المخرج بأن الوقت انتهى، وقبل ذلك يلح علي المشاهدين في قراءة بعض المشاركات منهم، سأقرأها إجمالا لتعلقوا عليها. محمد أحمد يقول: شكرا لك عبد المجيد على التقديم المتميز، وشكرا لضيفكم الكريم، وأريد أن أسأله عن صحة المعلومات التي تقول إن سبب انشقاقه عن البوليساريو هو احتوائه على مبلغ مليون دولار قدم هدية من إيطاليا للحركة. هدية من؟ من إيطاليا للحركة. طبعا لا أساس له. أبو المعالي الموريتاني يقول: السلام عليكم عبد المجيد. قال لي راجل ثقة عنه، قالوا عبد الله ولا الشيخ ولا أحمد محمود طال الله بقاءه، هو وعبد القادر والحمادي الجناني الكادح الشهير، هذه الروايات. رواية عبد الله وكان حاضرا للمؤتمر في القوارب، وهو كيف تعرف الخشقيق لمحمد، كيف تعرف الخشقيق لمحمد ولد الشيخ يرحمه أصغر منه. قال أعلن أنكم جيتوا الروسو للمؤتمر الشباب، واللي كان حاضر قاع والله كان حاضر الاجتماع اللي هو انتوما، وادخل فيدو طابع بريدي عليه صورة محمد الخامس، وقال لهم عنهم يوفوا بيانهم بمبايعة الملك المغربي محمد الخامس، وسبب ذلك غضبا في القاعة، وطلبوا منك الاعتذار حسب ما كتب. هل هذا صحيح؟ في شيء من الصح. القضية الأخرى اللي قالها عبد القادر الحمادي أن أحمد بابا أعد خريطة للجمهورية الصحراوية وضم لها ولاية الشيري الموريتانية، وأن عبد القادر شاف الخريطة التي أعدها أحمد بابا وطالب عند مجيئه لهم أي بوليساريو بضم ولاية الشيري للصحراء، والخريطة شافها عبد القادر قال. ضم الشيري للصحراء؟ نعم، ضم الشيري للصحراء، وقال أعلنكم رسمتوا خريطة للصحراء فيها الشيري. لا ما يحق. لا ما يحق. محمد الموسى، أريد أن أسأل ضيفكم عن علاقته بمحمد والمولود والدادة، وعلاقته بسليمان والشيخ سيدية. نعم، محمد المولود والدادة كان صديق لي جدا، وتعرفت عليه في باريس في الخمسينات لما كنت تلميذي، كنت أحضر البكالوريا في باريس، وهو كان مع المختار، كانوا يدرسون في الجامعة منذ سنوات، وفعلا كانت بيننا صداقة جدا جدا. وسليمان؟ وتفاهم يعني مستوى الفكري مهم جدا جدا، أكثر من صديقنا وأخونا المختار اللي طبعا كان أقرب لنا الناس احنا الاثنين، لكن كانت بيننا احنا أنا ومحمد كان بيننا تفاهم. وسليمان؟ سليمان كان صديق أيضا، صديق تعرفنا في ذيك العوينة كاملة، ما كان من الشباب ولا النهضة غير ما اللي ما كان بعيد من ذا كامل. جيد. محمد أحيد ولد سيدي محمد، وهو موريتاني، شاعر موريتاني مقيم بقطر، أريد أن أوجه الأسئلة التالية لأحمد بابا ولأحمد مسكة. السؤال الأول: لماذا تهجم أحمد بابا على المرحوم المختار الدادا ووصفه بالكذب في مذكراته، مع أن هذه المذكرات ظهرت قبل وفاة المختار بسنتين، ولم يصدر عن أحمد بابا أي اعتراض على ما فيها من أكاذيب بحسب تعبيره؟ ما حقيقة العلاقة المشبوهة بين أحمد بابا وبين المغرب من جهة والصحراء الغربية من جهة أخرى، وكيف استطاع الرجل أن يجمع بين الولاء
للنقيضين حسب تعبيره. ثم ما حقيقة تخليه عن جواز السفر الموريتاني؟ أعتقد أننا تناولنا هذا في حلقة قادمة. أليس من الأولى، يقول، لرجل يقدم شهادة على جيل مات بأكمله أن يراعي مشاعر أحفاد هؤلاء الموتى فلا يسيء على أجدادهم بما هو في غنى عنه، خاصة إذا علمنا أن هؤلاء الأجداد كانوا يوما ضمن أصدقائه؟ نعم، هناك طبعا أشياء تحدثنا عنها فيما سبق، وهي نعم أشياء تحدثنا عنها كاذب نعم اتجاهي أنا، وأنا أبدا لم وجه المختار ما يسيء، ولا وحاشي دائما أتحاشى دائما كل ما يمكن أن يجرح شخص ولا قارب ولا يعني. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج ضيف وقضية. في ختامها أشكر باسمكم جميعا العميد أحمد بابا والأحمد مسكة على تششمه عناء الحضور معنا وعلى صدره المفتوح لأسئلتنا التي ربما تتجاوز أحيانا اللباقة والأدب الذي يستحقه مقامه الكريم. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تقبلوا عفوا تحيات الفريق الذي أنجز معي هذه الحلقة، المخرج وكذلك المشرف على الصوت رباح، وهذه تحياتي عبد المجيد الإبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.